ينضم إلينا من عمان محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية وسوق العملات. أهلا وسهلا بك معنا سركيس. بداية، الأنظار تتجه نحو معدلات التضخم في الولايات المتحدة، ما هو الأثر المتوقع على مؤشر الدولار وأيضا على قرارات المركز الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بأسعار الفائدة بعد هذه البيانات؟ صباح الخير. صحيح، نحن بانتظار بيانات غاية في الأهمية يوم غد الخميس، متمثلة في بيانات التضخم بحسب مؤشر أسعار المستهلكين. لكن قبل أن تصدر هذه البيانات هذا اليوم وفي تمام الساعة 3:30 في التوقيت المحلي، سوف نكون مع بيانات مؤشر أسعار المنتجين، وهي أيضا بيانات تضخمية، والساعة 9:00 مساء سنكون مع محضر اجتماع للقياد الفدرالي الأمريكي. لا يتم فيه اتخاذ قرارات، لكن يتم تقديم إيضاحات للقرار السابق للاحتياط الفيدرالي. بالتالي باعتقادي هذا اليوم ويوم غد سيكون مهمان جدا في الأسواق المالية، لأنهما قد يحددا توجهات الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعات الشهر المقبل. التوقعات حاليا بحسب مجموعة CME تشير لاحتمال رفع الفائدة ب 75 نقطة أساس. هذا الرفع الكبير بالفائدة قد تتغير الموازين في حال أظهرت البيانات الاقتصادية هذا اليوم وغدا انخفاض يفوق التوقعات في التضخم، لكن إن أظهرت البيانات الاقتصادية انخفاض بأقل من المتوقع أو إن أظهرت البيانات بأن التضخم لم ينخفض، فهنا قد نشهد تأثيرات كبيرة وقد تكون حادة على الأسواق المالية، تشمل تحركات العملات المرتبطة بالدولار الأمريكي مثل اليورو، الجنيه الاسترليني والين الياباني وغيرها من العملات. بالتالي البيانات الاقتصادية هذا اليوم ويوم غد قد تكون مصيرية بالنسبة للأسواق المالية وتوقعات الاحتياطي الفيدرالي. باعتقاد الاحتياطي الفيدرالي حتى هذه اللحظة من المرجح أن يرفع الفائدة 75 نقطة، لكن قد تغير بيانات اليوم كل شيء في الأسواق المالية. نعم، يعني سركيس، هذه التغييرات التي ذكرتها، يعني حتى مع التغييرات التي يجريها بنك إنجلترا والإجراءات، هل فعلا ستؤثر سلبا على الجنيه الإسترليني؟ إذن يعني القرارات المرتقبة من بنك إنجلترا تحديدا بشراء السندات، كيف من الممكن أن تساعد الجنيه في ظل هذه الظروف والمعطيات؟ الآن بالنسبة للجنيه الإسترليني هو ضعيف بشكل عام، وهنالك العديد من الأسباب التي تضغط على الجنيه الإسترليني، منها حالة عدم اليقين بعدما أشار رئيس بنك إنجلترا المركزي بأن برامجه التحفيزية والداعمة لأسواق السندات والمرتبطة في الضمان الاجتماعي في بريطانيا ستنتهي في موعدها المقرر يوم الجمعة المقبل، وهذا بالتالي زاد من حالة القلق. قد تكون البيانات الاقتصادية المرتبطة بالولايات المتحدة مؤثرة على الجنيه الاسترليني، وقد يحاول الارتفاع بالفعل، لكن على المدى الأبعد قليلا. أعتقد بأن بريطانيا بدأت تظهر فيها ملامح الركود الاقتصادي. صباح هذا اليوم صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت انكماش في بريطانيا بلغت نسبته 3 نقطة مئوية. بالتالي بريطانيا على حافة الركود، وهذا يضغط على الجنيه الاسترليني، وقد يستمر الضغط على الجنيه الاسترليني على المدى المتوسط والطويل. ولا استبعد ابدا ان نرى الجنيه الاسترليني يقترب من مستويات التعادل مع الدولار الامريكي. نعم، بالحديث عن مستويات التعادل، اليورو يبقى ضمن هذا المستوى تحديدا ويواجه العديد من الضغوط، يعني هل تتوقع سركيس ان يبقى اليورو ضمن هذه المنطقه ام سيتعرض للمزيد من التراجعات في ظل يعني معدلات التضخم المرتفعه وازدياد وتيره يعني ازمه الطاقه تحديدا في اوروبا؟ بالفعل كما تفضلت، أزمة الطاقة هي عنوان الضعف في اقتصاد منطقة اليورو، فأزمة الطاقة تسببت في تراجع كبير في النشاط الاقتصادي، ضعفت الإنفاق الاستهلاكي، وكل ذلك يضغط على اقتصاد منطقة اليورو. البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يرفع الفائدة بالفعل في الاجتماع المقبل ب 75 نقطة أساس، وقد يساهم ذلك في تحسين سعر صرف اليورو أمام الدولار ليرتفع اليورو أمام الدولار، لكن بشكل مؤقت. مهما حاول اليورو الارتفاع ومهما حصل من ارتفاع في اليورو دولار على المدى القصير، فأعتقد على المدى المتوسط والطويل فاليورو تحت ضغط هابط، الدولار الأمريكي يتلقى دعم من لعديد من الأسباب. لا يجب أن ننسى بأن الدولار الأمريكي بحد نفسه هو عبارة عن ملاذ آمن عندما تسود حالة من عدم اليقين
تجاه التوترات الجيوسياسية، عدم اليقين في الاقتصاد العالمي بعدما خفض طبعا صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي واقتصاد أيضا منطقة اليورو. بالتالي على المدى المتوسط والطويل أعتقد بأن اليورو سيتعرض على الأرجح لمزيد من الضغط الهابط، وأي حركة تصحيحية صاعدة قد تكون على مدى قصير ولا تدوم طويلا إلا نعم. إذا حصلت طبعا تغيرات جذرية أساسية في الاقتصاد الأمريكي. نعم، يعني سركيس تحدث عن الملاذات الآمنة، لابد من الحديث عن الين الياباني. لاحظنا ارتفاع الدولار أمام الين الياباني إلى مستويات قياسية، يعني هل أيضا قرارات المركز الياباني قد حدت من هذا الارتفاع، وماذا ما هي التوقعات في ظل الارتفاع المتوقع بمؤشر الدولار خلال الفترة المقبلة؟ بالتأكيد الين الياباني هذا اليوم يتداول عند أدنى مستوياته منذ نحو 24 عاما مضت. هذا الانخفاض الهائل في الين الياباني سببه اتساع الفوارق ما بين عوائد السندات الأمريكية وعوائد السندات اليابانية. هنا أذكر بأن عوائد السندات الأمريكية أعلى بحوالي 367 نقطة عن مثيلتها اليابانية، وذلك بسبب تباين كبير بين البنك الياباني المركزي والفدرالي الأمريكي. أتوقع أن يبقى الين الياباني ضعيف، لكن يجب أن نراقب أي احتمالية جديدة لتدخل بنك اليابان أو حكومة اليابان لإيقاف هذا الانزلاق الكبير في الين الياباني. ما لم يتدخل فالين الياباني ضمن اتجاه هابط، والدولار على الأرجح سيرتفع، لكن بمجرد التدخل هنا قد تختلف الموازين ويعود الين الياباني للارتفاع. نعم، محلل أول أسواق مالية في إيكويتي جروب سركيس نزار، شكرا لك على هذا الشرح الوافي والمعلومات.